ما كانش في محل ثاني انه يستنجد بالحكم الرابع انه حكام الفار يفيقوا به انه ربما يتم استدراك الامر حتى ما نشوفوش اللي شفناه امبارح. صحيح هذا امر مفروغ منه الحقيقه، لكن انا حتى شكلا عندما نعلقوا برشا على الكلام لانه حوار كان مليء بالمجامله بين الكباتن. لو انا نتخيل اليوم نقلبوا الصوره بعديها لو كان فيها الطرف المصري تعرف شراسه الموقف، اكيد يتكلموا عليه ومرتاحين وتبادل التحايا. حاجه معطى مهم ما نساوش، صحيح المنتخب التونسي اخطا في القرار وتعرضوا له اكيد بعد، لكن اليوم عصام عبد الفتاح مش في موقع المحايد، نعرفوا اللي هو محاضر في التحكيم تبع الكاف والفيفا، دونك هو وعضو في اللجنه ايضا، ولا باش يصادر باش يخرج لنا الروايه الرسميه المرغوب فيها من الاتحاد الافريقي. فيرسيون هذه خرجت بعد 4 أو 5 ساعات من لقاء يكون حتى طبخه في الكواليس تم الاعداد لها لترويجها للاعلاميين، ونعرفوا نحن في قلب تاع مصر في الكاف ولا حتى اعلاميين باش يخرجوا الروايه هذه واللي تم تداولها تقريبا ومشي العمل بها. نقطه نعرفوا نحن حتى سامحني حتى في تكويرها نتاع الحوم ولا في الاقسام الهوات، لانه فما الكاتريام ما نجموش كل حشاك كل ضربه شمس ولا كل منقاله غالطه، دونك انا نشوف فيه تبرير معناتها للروايه الرسميه اكثر منه حاجه اخرى. ما نتمناوش المضره المنتخبات الشقيقه، لكن انا متاكد 1000% انه ديسكور وجارجون مش يكون مختلف 1000% لو كان فيها الطرف المصري طرف بلاصه المنتخب التونسي.